ابي سبورتس كريات في 2016 من شباب. البدايه ديالها كانت مع فرق محليه، مع فريق كره طائرة اتحاد طنجة وفريق اتحاد طنجة كرة السلة. والسنة الأولى ديالها في القسم حتى كان عندنا فريق في القسم الثاني لكرة القدم واتحاد تمارة، من هذاك كل سنة والماركة كتزيد تطور. المنتخب الأندية اللي متعاقدين معه وشي هو المنتخب الوطني لكرة الطائرة منذ 3 سنوات، هو كيحمل الماركة ديالنا واللي كيقتني من عندنا. وفي هذا المنبر كنشكر رئيس الجامعة اللي ساقط في الشباب المغربي وفي الطاقات الشابة جميع الفئات المنتخب. وفي الأونة الأخيرة فازوا ببطولة إفريقية لكرة الطائرة الشاطئية وهم كيحملوا الماركة ديالنا. وأيضا كاين فريق من بداية السنة هو شباب ريف الحسيمة، كيف تغير المكتب وقع واحد المشكل. ايضا فريق نهضه الزمامره اللي حقق الصعود ديالو هذه السنه. كاين نادي وفاء وداد فاس اللي لعب نهائيات كاس العرش وكان حامل في الفينال العلامه التجاريه ديالنا. وايضا هناك فرق خارج التراب الوطني كفريق سويسري لكره الطائره، وايضا فريق فرنسي لكره الطائره، وايضا فريق ويليامز في الايفواري لكره القدم. وهذا كيزيد. وكان هناك من 3 سنوات حنا كنشتغلوا في السوق الموريتانيا مع فريق نجم الشمال اللي هو بطل كرة السلة 3 سنوات الأخيرة. اتحاد موريتانيا كان جددنا هذه من 3 أشهر، وكان هناك اتصال مباشر مع اتحاد الموريتاني عبر الأمين العام اتحاد. بعد قبل 3 أشهر رسحنا نحن إلى نواكشوط، وكان هناك اجتماع بين إدارة الماركة واتحاد الموريتاني عبر رئيسه سي أحمد وليحيا. وأيضا قاموا بزيارة إلينا مقر الماركة في مدينة طنجة، وأيضا ذهبوا معنا إلى شركة متعاقدة معها اللي كانت جواندا وشافوا طريقة العمل وشافوا كل شيء الحمد لله، ومشت الأمور بسلاسة وما كانت شي صعوبة. وهذه الماركة توجد هي في التصاميم وأيضا في الجودة. التصاميم ماشي شيء غريب علينا، لأن من بداية عندنا فلسفة خاصة بينا وكنزيد نأكد هذه الفلسفة كانت دوم شباب. نقدر نقول لك جينا استقطبنا عبر الفيسبوك، شفنا التصاميم ديالو، شفنا جا وفجر الطاقات ديالو عندنا وارتاح. احنا كنخدمو كجروب، ما كاينش واحد سلطوية في الإدارة ولا شي حاجة، كنخدمو كجروب والحمد لله وصلنا اليه. لا بالعكس كيزيدنا التشجيع وكان واحنا واحد الدعم كبير، ونفس في نفس الوقت هو تشريف وتكليف لنا، لان خصنا نزيد ونضاعفوا المجهود ديالنا، لان خصنا نزيد ونتصبروا في العمل ديالنا. نزلنا بيان توضيحي، وايضا هذاك السيد اللي نزل ديك المقال ديالو في تويتر على ما اظن مصمم بريطاني بالامس حذف ديك التدوينه بان تصميم حصري، اقول واكرره تصميم حصري ديال الماركه. يمكن اقول واكرره ممكن يقدر يكون تشابه في الارقام فقط، تشابه وليس نقد، لان كما يعلم الجميع بان كاين كاركتير ولا بوليس 100,000 ولا مئات، يقدر يكون تشابه فقط. الطموح ديالنا لمن نوصل العالمي ونفسو نفسو نفسو ماركات العالمية، لان كاين الحمد لله في بلادنا واحد المادة خام خصنا غير نبوروها وصافي.